السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا طالب سنن محمد مصطفى خلف الصف العاشر من مدارس الأمه الإبداعية. سوف ألقي على مسامعكم بضعا من القصص أتمنى أن تنال إعجابكم. الأولى كانت عربية تلاعب ولدها وتقول: يا حبذا ريح الولد، ريح الخزامى في البلد، أهكذا كل ولد أم لم تلد مثلي أحد؟ فسمعتها أختها وقد ولدت بنتا فقالت: يا حبذا ريح البنات، ريح الخزامات البنات، أهكذا كل البنات أم لم تلد مثلي فتاة؟ الثانية كان أب غني يحب ابنه كثيرا فأرسله عند عائلة فقيرة لكي يعلم كم هم أغنياء. ذهب الغلام في الصباح وعاد إلى أبيه بعد المساء، فسأله أبوه: ماذا رأيت هناك؟ قال الغلام: عندنا كلب واحد مربوط، وعندهم ثلاثة يحمون دارهم، وعندنا ثريا واحدة في الصالون، وعندهم 1000 ثريا في السماء، وعندنا سرير واحد، وعندهم كل الأرض أسرة لهم، وعندي أخ واحد وعندهم 7. أطيب التحيات مني أنا طالب سنة، والسلام عليكم.